ممكن سؤال: ما حكم دعاء للميت في قبر في المقبرة؟ جدتي ماتت وذهبت إليها اليوم وقرأت سورة الفتحة ودعوت الله لها يرحمها ويغفر لها. دعاء للميت في المقبرة، يعني تقصد الدعاء الجماعي ولا الدعاء المنفرد؟ يا مش عارف أقرأ اسمك، لا أعرف أقرأ اسمك، لو كتبت اسمك بالعربي لكان خيرا لنا ولك. على العموم، قال النبي: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل.